بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما من به علينا من نعمة دين الإسلام وما خصنا الله تعالى به في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية من العقيدة الصحيحة والدعوة السلفية التي أيدها الله تعالى بحكامها المخلصين وعلمائها العاملين. وإن هذه البلاد قد خصها الله تعالى بخصائص ومزايا يلزم مراعاتها وتقديرها، وأن نشكر الله تعالى عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا. فمن خصائصها أولا أنها بلاد التوحيد ومعقل الإسلام، وخير بلاد المسلمين اليوم في الحكم بشريعة الله تعالى واجتناب سفاسف الأمور ودمار الأخلاق، فليس فيها ولله الحمد ما ينافي العقيدة من قبور يطاف بها وتعبد، وليس فيها كنائس يعبد فيها غير الله، وليس فيها مشهد ولا مولد ولا معبد، ولا تجد فيها من يؤول نصوص الأسماء والصفات أو ينفي عن الله عز وجل ما ثبت له من الأفعال والكمالات. ومن خصائص هذه البلاد أن فيها أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فهي قبلة المسلمين تحتضن شعائرهم ومشاعرهم، فأمننا أمنهم واستقرارنا استقرارهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن خصائص هذه البلاد ما من الله تعالى به علينا فيها من نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان، فالأمن نعمة عظمى ومنة كبرى لا يعرف قدرها إلا من اكتوى بنار فقدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. لأن بالأمن تستقر الحياة ويتمكن الناس من عبادة ربهم ومن إقامة شريعته، وبه يستقيم معاشهم ويأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وإذا أردت أن تعرف قدر نعمة الأمن في هذه البلاد فانظر إلى واقع كثير من البلدان ممن حولنا، فإنه واقع مرير مع الأسف في كثير من أرجائها، فبلدانهم تعيش أوضاعا محزنة ومآسي مؤلمة يندى لها الجبين وتتفطر لها القلوب، نهب للأموال وتدمير للممتلكات وإخراج من الديار وقصف وتهديد وقتل وتشريد، اغتصاب للأرض وهتك للعرض، وفتن وبلايا ومحن ورزايا، ونحن ولله الحمد نعيش في أمن واطمئنان ورغد عيش. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر هذه النعمة وأن يثبتنا عليها. ومن خصائص هذه البلاد الاستقرار السياسي الذي تستقر معه الأوضاع وتزدهر معه الحياة،
وينتشر معه العلم وتحصل به مصالح الدنيا والدين، فإن هذه البلاد ولله الحمد قد عافاها الله تعالى وسلمها من الأحزاب المتناحرة والاتجاهات المنحرفة والأفكار المضللة التي ظهر أثرها على البلاد التي ابتليت بها، فلا مكان للأحزاب في هذه البلاد، لأنها تدين بدين الإسلام عقيدة ومنهجا، والإسلام يحارب التحزب والأهواء. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فدين الإسلام دين يجمع ولا يفرق، ويعدل ولا يظلم، ويصلح ولا يفسد، فهو دين قويم وصراط مستقيم، دين يأمر بالعدل والإنصاف والإحسان، وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، دين يأمر بالألفة والمحبة والإخاء، وينهى عن الفرقة والغلظة والعداء. فعلينا أيها الإخوة أن نشكر الله تعالى على ما من به علينا في هذه البلاد من نعمة دين الإسلام أولا، ثم سلامة العقيدة وصحتها ثانيا، ثم ما ننعم به من أمن وأمان ورغد في العيش والأوطان بفضل الله تعالى، ثم بفضل من ولاه الله تعالى علينا من ولاة أمورنا، وبشكر الله تعالى تدوم النعم، كما قال عز وجل: وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والأمن في الدور والأوطان، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.